المتابعين. هاتف اونر 10 اللي هو امامي، زي ما انتم شايفين التغيير كبير من الاونر 9 اللي نزل السنه الماضيه. طبعا في النوتش وهو واضح، يعني معظم الشركات الان صار يجي تليفون بالنوتش. النوتش طبعا اصغر من الموجود في الايفون اكس، لكن طب بالطبع الفرق الاساسي انه في بصمه اسفل الشاشه. طبعا المنطقه تحت الشاشه صغيره جدا، لكن يعني واضح انها تعمل بشكل ممتاز البصمه. وفي طبعا في كفر على الشاشه، نحاول نصوره اللي ممكن انه ينشال زي ما احنا شايفين، مش راح نشيله لهم. تليفون صراحه جميل، خلينا نوطي بس الإضاءة شوي. طبعا اللي بيفتخروا فيه أونر أكثر شيء هو اللون وتغير اللون اللي هو هذا اللي معنا الفانتوم بلو، في الفانتوم جرين، تغير لونه من الأزرق إلى البنفسجي مع لمسة أخضر قليلا. وفي اللون الأسود التقليدي برضو بلمع بشكل لامع زي ما انتم شايفين، لكن بتصور الاخضر والازرق فانتوم الالوان الاجمل والمختلفه. طبعا المشكله الاساسيه البصمات واضحه بشكل كبير. انا بتحكي انه حيكون في غطاء في الصندوق بحيث انه ما تبرجيش البصمات. طبعا التليفون من ناحيه الحجم ممتاز لليد واحدة وسهل الاستخدام جدا باليد الواحدة. الشاشة بحجم 5.84، الهواوي P20 5.8، ففي يعني فرق جدا صغير 0.04، بس عمليا نفس حجم او قطر الشاشة، وتقريبا هي فول اتش دي بلس من ناحيه الريزولوشن اي بي اس ال سي دي. شاشه جيده جدا. النوتش طبعا حكوا انه ممكن يتم اخفائها، والكبسات اللي تحت ممكن يتم اخفائها بحيث انك تستخدم بس زر البصمه. طبعا في فايبريشن او ارتجاج عند لمسه. الاشياء الاساسيه المهمه تعرفها في التليفون طبعا هي الكاميرات اللي ورا 24 و 16 ميجا بكسل، وطبعا الكاميرا الأمامية 24 ميجا بكسل نفس الموجودة في الهواوي P20. الكاميرا طبعا بتستخدم الـ AI للتعرف على الأشياء. طبعا حاطين لنا هنا عدة أشياء ممكن نستخدمها للتصوير، ممكن نجربها بعدين بحيث انه تورجي طريقة التعرف على الأجسام. بستخدم طبعا الكارن 970 الموجود بالهواوي P20. البطارية 3400 ملي أمبير وبتدعم الشحن السريع. الهاتف طبعا أكثر شيء مهم فيه هو سعره. نسخة الشرق الأوسط 128 جيجا بايت سعة التخزين و4 جيجا بايت الرام، تيجي في سعر 1699 ريال سعودي، تقريبا 460 دولار. فهذا السعر يعتبر ممتاز من حيث إذا قارنا بالأداء الموجود في الجهاز. أنا شايفه جدا أنيق، حوافه أنيقة، النوتش أنيقة، الحجم ممتاز، الوزن ممتاز. طبعا يفترض أنه الأداء ممتاز. بالنسبة للفئة السعرية طبعا بينافس الجالكسي يمكن 8 وبعض الهواتف في الفئة المتوسطة، لكن بتصور انه أونر يعني اقنعونا في التليفون لحد الان. طبعا لازم نجربه اكثر ونرجع لكم نحكي لكم رأينا فيه من بعد الاستخدام.